السلام عليكم حبيباتي، وياكم راني علاء من قناتي على اليوتيوب. حبيت ارجع اشارك وياكم هاي التجربة، واكثركم صار يعرفها، انه احنا نضيف امبولات الكولاجين اللي هي احنا نستخدمها للبشرة، نضيفها للشامبو حسب النوع اللي انتم تستخدموه، وايضا نضيفها للسيروم اللي نستخدمه مع بعض الحمام. تمام، من هذا السيروم ضايفت له ومستخدمته وباقي تقريبا اقل من نص العبوه. اوكي، وهذا الشامبو خلص اللي عندي، راح ابلش استخدم عبوه جديده، فقلت اطبق الطريقه وياكم. انا صراحه ما ملتزمه بنوع معين من الشامبو، دائما اغير، فهاي النوعيه يعني جبتها اللي قبلها كنت استخدم غير شيء وهكذا. اما من ناحيه السيروم، من اول ما نزل للشركه تقريبا 2019 والى هسه أني ملتزمة بيه وأستخدمه ومجربة كل أنواع السيرومات، بس هذا أكثر واحد أحبه. ليش؟ لأن حجم العبوة كلش كبير، يعني يطول ويانا فترة كلش طويلة بالاستخدام، وأفضل أنه هاي الطريقة نطبقها على السيروم يكون عبوة جديدة، وأيضا الشامبو يكون عبوة جديدة حتى نستفاد من الكمية كاملة. تمام، وهالمرة راح أضيف لكم سر جديد، إنه إحنا مو بس نضيف الأمبولة الكولاجين، وإنما ناخذ أيضا شيء بسيط من سيروم الهايلورينج أسيد، وأيضا نضيفه شوية من عند الشامبو، ونرجع العبوة ونبلش باستخدامها فترة على فترة. راح تشوفون تحسن بالشعر كلش حلو، يعني هي المنتجات حلوة وممتازة ونتيجتها كلش حلوة ويانا، بس احيانا حسب تغير المواسم، حسب طبيعة الجسم، الهرمونات، التغذية، الحالة النفسية، هذا كلها يأثر. فنحب انه احنا نعطي الشعر شوية اهتمام زيادة. هاي الشغلات اللي راح نضيفها للشامبو راح والسيروم راح تنطي نتيجة احلى ان شاء الله. تجربوها وتستفادون عليها، النتيجة راح تبلش تبين وياكم فترة على فترة. يعني مثل ما تعرفون الشعر، ان كان مثلا انه نعالجه، ان كان تطويل، كثافة، مثلا يكون احنا نعاني من تساقط وخفيف وفراغات وهالشغلات، احنا ناخذ المنتجات اللي تناسبنا وتوالمنا، نبلش نستخدمها، ومو يوم والثاني راح نشوف نتيجة أكيد. لا، هذا شيء مو سحري، لأن أساسا الشعر من بين ما ينبت ويرجع يطول مرة ثانية وحتى يتبين نتيجة حلوة، الشعر التالف المتضرر الجاف الناشف، هاي كله مرة على مرة من الاستخدام الصحيح للمنتجات الصحيحة اللي تناسبنا راح نبلش نشوف نتيجة، وأكيد بعد شهر واثنين وثلاثة راح تكون النتيجة أحلى وأحلى. فالعناية والاهتمام بالشعر يحتاج لها شوية صبر، وطبعا هم بنفس الوقت أنصحكم أنه تاخذون فيتامينات، وعندنا متوفر بالشركة شراب الكولاجين، كولاجين البودرة، وموجود من ضمن المكونات مالته الزنك وفيتامين سي، يعني يعتبر متكامل راح يفيد الشعر، البشرة، الأظافر، الجسم بشكل عام. أتمنى اللي بعدها ما مشترك بالقناة تسوي اشتراك ولايك للتشجيع، وإذا به مجال سوون مشاركة للرابط وكل اللي تعرفوهم حتى يستفادون من التجربة مالتنا.